تعد الشراكة المجتمعية أحد المبادئ الأساسية لتحقيق الأمن الشامل من خلال تعزيز التواصل بين الشرطة وكافة مكونات المجتمع. وفي هذا الإطار يتم تنفيذ برنامج معا لمكافحة العنف والإدمان بالتعاون بين وزارتي الداخلية والتربية والتعليم. تعد المشاريع الوطنية القائمة على الشراكة المجتمعية عاملا أساسيا في تلبية الاحتياجات الأمنية وتحقيق الأمن بمفهومه الشامل. وفي هذا الإطار يأتي برنامج معا لمكافحة العنف والإدمان، والذي يمثل قصة نجاح وطنية تحققها وزارة الداخلية من خلال شرطة خدمة المجتمع بالتعاون مع وزارة التربية والتعليم. منذ انطلاق استراتيجيات الشراكة المجتمعية، نسعى في وزارة الداخلية لتعزيز هذا المفهوم لدى جميع فئات وأعمار المجتمع. ومن أبرز هذه البرامج برنامج معا اللي يستهدف الطلبة اللي في المدارس ابتداء من مرحلة الروضة ثم الابتدائي والإعدادي والثانوي إلى المستوى الجامعي. وهذا البرنامج يهدف إلى تعزيز الشراكة المجتمعية وكسر الحواجز بين الطلبة وجهات تنفيذ القانون. فقد حرصت وزارة الداخلية على تطوير العديد من جوانب برنامج معا، والذي انطلق قبل 8 سنوات وحقق نجاحات متقدمة على الصعيد الدولي، استحقت تكريم المنظمة الدولية لمكافحة العنف والإدمان لمعالي وزير الداخلية بجائزة شخصية العام 2018. الشراكة المجتمعية جزء أساسي من عمل برنامج مكافحة العنف والإدمان معا في المدارس، بحيث نقوم فيه بعلاقات وروابط قوية مع الطلبة والكادر التعليمي، ونقدم من خلالها ورش عمل وحصص بشكل أسبوعي نغمي فيه مهارات الطالب لمواجهة المواقف اليومية واتخاذ القرار السليم والتفكير الإيجابي، بحيث يكون في المستقبل عنصر فاعل في المجتمع. طبعا عندنا في برنامج معا مجموعة من الدروس اللي حاولنا ان احنا نغطي فيها جميع المراحل من الابتدائي الى الثانوي. طبعا عندنا في المرحلة الابتدائية حاولنا ان احنا نعطيهم دروس على حسب مستواهم العقلي، الى وحاولنا نتدرج في المرحلة الاعدادية والثانوية كذلك. في المرحلة الابتدائية عطيناهم حاولنا ان احنا نعزز عندهم نموذج معا لاتخاذ القرار، بحيث ان هم الطلبة في ذي المرحلة يكونون قادرين على انهم يتخذون قرارات سليمة في المواقف اللي تواجههم في حياتهم. أما المرحلة الإعدادية عطيناهم نموذج رواد القرار. رواد القرار أيضا يعطيهم بعض التعليمات أو بعض الخطوات اللي يتخذونها لما يواجهون مشاكل في حياتهم خاصة بهذه المرحلة. أما المرحلة الثانوية أدرجنا عندنا نموذج معا لاتخاذ القرار ونموذج رواد القرار في المحاضرات اللي خصصها مكتب الأخصائيين أو اللي فعلها مكتب الأخصائيين في المرحلة الثانوية. كلها هذه الدروس تهدف إلى شنو؟ تهدف إلى أن يكون الطالب قادر أنه هو يحافظ على سلامته، قادر أنه يحافظ على سلامة الآخرين، ويكون في نفس الوقت قادر أنه يتخذ القرارات السليمة في أي موقف ممكن يواجهه في حياته ومرحلته العمرية. اللي يصير بيننا وبين وزارة الداخلية هو اللي يجب أن يعني يكون في كل مكان، لأنه عمل عظيم جدا يحتذى به، وخصوصا ان مدرستنا من مدارس تتمتع ببرنامج معا وكذلك برامج اخرى اقامتها وزاره الداخليه بالتعاون مع وزاره التربيه والتعليم داخل المدرسه، مما يعني اثرى النشاط المدرسي وحقق اهداف كانت المدرسه دائما تحث الطلاب والمعلمين على تحقيقها. طبعا برنامج معا غني عن التعريف، بدا من سنوات وتطبق في عده مدارس من المراحل الابتدائيه. بالنسبه حق البرنامج يخدم فئات الطالبات الحلقتين الاولى والثانيه، يقدم لهم برامج توعويه عن امن وسلامتهم، بالاضافه الى ما شاء الله تبارك الرحمن مشاركه البرنامج معا في عديد من الفعاليات الوطنيه وفي اي مسابقات او فعاليات تقدمها المدرسه. إن حماية الناشئة والشباب أمر أساسي في بناء المجتمع السليم، وهو ما يتحقق من خلال التكامل بين الأسرة والمدرسة والشرطة والمجتمع في منظومة متكاملة قائمة على الشراكة المجتمعية.